نتمنى انه هذا الصرح الرياضي نستفادوا منه احسن استفادة. الاهم الان هو الاستفادة من هذه المنشأة الرياضية، الاهم ليس التسمية فقط لكن المحافظة على هذه المنشأة الرياضية. نعم. والمداومة على الصيانة، لانه رانا شفنا ملاعب مراد هم عندنا صرح خمسة جويلية مراد، وما ادراك ما خمسة جويلية، 99,000 خطره وحنا نعاودوا فيه ونزيدوا الاموال وقداو. والديربي راك تشوف اليوم لعب فيه والديربي اللي تحت ما كانش اليوم. خليك هذيك حاجه واحده اخرى مراد، بغض النظر عن النتيجه تاع الديربي اللي شفناه، الديربي خلاص ما ولاش عنده كو. نولوا مراد للتسميه، انا باعتقادي شخصيه افريقيه التسميه عندها بعد افريقي اكثر من شيء اخر.